إذن سيداتي يا نسادي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثالث من هذه الأمسية الخيل العربية الماجد الأصيلة تكافأ الدرجة الخامسة مسافة 1200 متر انطلاقا مع الجواد رقم 8 6 عفوا الكويتي لخالد الخيارين والبرزة صنع على المركز الأول محاولة تقدم لمشعل بن علي بن محمد العطية مع الجواد رقم 2 الجواد فور سيد لمشعل العطية وجاسم الغزالي في تدريب أنس السيامي يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول محاولة من الداخل من قبل الجواد رقم 13 ريت اكستينج ناصر تركي التركي وتوماس لوكاسكا على رابع المراكز أيضا محاولة من الداخل من قبل الجواد رقم 7 كيميل أحمد بن حسن المالكي الجهني الآن على رابع المراكز إذا الصدارة والمركز الأول مع مشعل بن علي العطية والجواد رقم 2 فور سيد لمشعل بن علي العطية وأنس السيابي على المركز الأول محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 1 أنجل كوين أسطب الأزرق محمد الغزالي من الخارج فعلا مع أنجل كوين أنجل كوين من الخارج مع محمد الغزالي محاولة حمد الجهني من الخارج مع كيبيلا يا المركز الأول لكن الصدارة مع أنجل كوين دخول جماعي الجواد رقم 7 الجواد رقم 4 عفوا الجواد كوين لدوبل لأحمد بن حسن إذا فشل ريزولتس الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 4 الجواد كرويلا دوفل لأحمد بن حسن المالكي الجهني مبروك على هذا الانتصار والمدرب حمد الجهني ثانيا مع الجواد رقم 1 أنجل كوين لساج الصبي الأزرق ثالثا المراكز مع الجواد رقم 15 الجواد وار أوردر رابعا مع الجواد رقم 6 كويتي وسابعا مع تشيبلا لأحمد الجهني ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط وبالتوفيق للجميع في الأشواط القادمة.